سلام المسيح للجميع، لكل رعايانا من الجليل. هالأرض اللي فيها يسوع عاش 30 سنة، يسوع يلي اسمه عمانويل، يعني الله معنا. نتذكر أنه يسوع قالنا قبل صعوده إلى السماء: ها أنا معكم كل الأيام إلى أبد الدهور. بتمنى أنه نحن برعايانا بهالأرض المقدسة نكون أشخاص اللي عايشين مثل مؤمنين أنه يسوع فعليا معنا كل الأيام. نحن عايشين أيام صعبة، أيام فيها ضغط كتير، الناس حوالينا عندهم قلق للمستقبل، في كتير ناس عندهم غضب بقلوبهم، حتى كمان كراهية. نحن كمسيحيين يسوع بيعبي قلوبنا، وأنا أرجو لكم جميعا ولنا جميعا ككنيسة أنه نكون شهود لهالوجود الطيب، لما كان المسيح يبشر في الجليل ويعطي كلمة طيبة ترجع تعطي الرجاء للآخرين والإيمان، كان يشفي المرضى، كان يقوي يعزي. إن شاء الله هيك نكون برعايانا وكل المؤمنين بهالأرض المقدسة. الله يبارككم ويرافقكم.